أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجة مادة تسونامي في الجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد. وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة بحسب التقديرات الأولية، ووقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما. وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو. ومن طوكيو ينضم إلينا مراسلنا هشام الرجباني. هشام، صباح الخير وأهلا بك. إذن ما أبرز الإجراءات المتخذة في اليابان بعد التخوف من حدوث موجات التسونامي على أثر هذا الزلزال؟ صباح الخير فرح ولجميع المشاهدين. قبل تقريبا 50 دقيقة من الآن، يعني في حوالي الساعة 1:30 بتوقيت طوكيو، رفع التحذير من التسونامي. الزلزال وقع في حدود الساعة 11 صباحا. شدة الزلزال على المقياس الياباني، يقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تقول إنه لم يسجل درجة واحدة، إنما على المقياس الاعتيادي المقياس ريختر كان 6.6 إلى 7 تقريبا. التحذير من التسونامي صدر مباشرة بعد رصد الزلزال. بالفعل بلغت أمواج التسونامي، بلغت ارتفاعها 30 سنتيمترا إلى سلسلة جزر إيزو في جنوب طوكيو. ولكن بعد رفع الزلزال يبدو أن بعد رفع التحذير من الزلزال يبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها. الآن لا توجد أضرار مرصودة من هذا الزلزال. التحذير يصدر عادة بعد كل زلزال تحسبا من وقوع أي أمواج تسونامي عاتية مفاجئة، ولكن هذا هو الديدن المتبع في اليابان بأن تبقى الأمور تحت الرصد إلى أن يطمئن أو تطمئن الأرصاد، وكالة الأرصاد الجوية تماما، من عدم وجود مخاطر أو تبعات لهذا الزلزال. الزلزال كما ذكرتم وقع على بعد حوالي 580 كيلومتر جنوب طوكيو. نحن هنا في طوكيو لم نشعر به حقيقة، إنما يعني رصدنا الخبر عبر وسائل الإعلام أو عبر منشورات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. شكرا جزيلا لك هشام الرجباني، كنت معنا مباشرة من طوكيو.